مع نهاية كل موسم جماهير الأهلي بتترقب الإعلان عن أسماء الراحلين عن الفريق، خاصة في ظل تذبذب مستوى لعيبة كتير ووجود عروض مغرية لنجوم الفريق. نقدر نقول الصورة في الأهلي بقت أوضح وقائمة الراحلين قربت تكتمل، وده بعد رحيل حمدي فتحي اللي انتقل في صفقة بيع نهائي لنادي الوكرة القطري بعد موافقة المدير الفني للفريق، وكمان قدوم إمام عاشور اللي هيعوض غيابه بنسبة كبيرة. مارسيل كولر كمان أطاح باتنين من لاعبي الفريق لعدم احتياجه الفني ليهم، وهم برونو سافيو اللي رجع فريقه القديم تاني في بوليفيا، وأيمن أشرف اللي انتهى عقده ورفض الخواجة التجديد ليه وانتقل للبنك الأهلي. قائمة الراحلين ضمت كمان لويس ميكيسوني واللي رجع للناديه القديم سيمبا التنزاني. الأهلي فسخ تعاقده مع المهاجم الشاب فهد جمعة ووافق على انتقال الحارس علي لطفي والمهاجم شادي حسين لنادي زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز. كولر رفض عودة المعارين مصطفى سعد ميسي اللي راح نادي زد برضه، وسعد سمير بعد انتهاء اعارته لفيوتشر، وعمار حمدي بعد انتهاء اعارته مع سموحه، ورفض عودة محمد محمود لقائمة الفريق. قول لنا رأيك وسط كل الراحلين دول مين فيهم كان يستحق يكمل؟ شاركنا برأيك في التعليقات.